صباح الخير، ازيكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تكونوا قضيتوا عيد كويس. احنا هنبدأ الجزء المهم في الانتاج وهو عمليات التشغيل Machining Operation. هنتكلم على عمليات التشغيل او الكاتينج او القطع أو العملية اللي مختلفة شوية عن العمليات اللي احنا خدناها قبل كده. عمليات الماشينينج ممكن نقول عليها نقسمها طريقتين: Traditional Machining Operation و Non-Traditional Machining Operation. التراديشنال اللي احنا هنتكلم عليها وبالنهاردة بتنقسم لجزئين: Ship Removal أو قطع لجزء من المعدن من المادة عشان أحصل على الشكل المطلوب. شيب ريموفال يعني رفع للريش، الريش ده الكلمة اللي بنقولها على الجزء اللي احنا مش عايزينه اللي احنا هنرميه، اللي هيبقى unwanted parts هيترمي وهنرفعه أو نشيله من المادة. الشيب أوبريشن أو الشيب ريموفال أوبريشن ممكن ناخد تحتها مجموعة حاجات كتيرة، يعني مجموعة ماكينات بتشيل جزء من المعدن، تغير شكل المادة عن طريق شيل جزء من المعدن removing of a subpart. هناخد فيها الترنينج والميلينج والدريلينج والبلانينج والشيبينج والبروشينج والجير كاتينج والبورينج. دي عمليات هناخد واحدة واحدة منهم بالتفصيل، ما تقلقش هتبقى سهلة إن شاء الله. وبعدين في التراديشنال ممكن كمان ينقسم غير الشيب ريموفال الى ابريشن. الابريشن ده ممكن يكون بولشينج، بافينج، لابينج، جرايندينج، تونينج وسيمي فينيشينج اوبريشن. دي العمليات اللي تندرج تحت التراديشنال بس مش شيب ريموفال ابريشن. النون تراديشنال بقى القطع غير التقليدي، ده في جزئين: ابريشن والروجن. ابريشن زي الابريسيف جيت ماشين، الالتراسونيك ماشين، والووتر جيت ماشين، والماجنتيك ابريشن فينيشينج، والروجن زي الالكتروكيميكال ماشين، والالكترو ديتشارج ماشين، والليزر بيم ماشينينج، والبلازما بيم ماشينينج. يعني احنا قسمنا عمليات التشغيل الى تقليدي وغير تقليدي، تراديشنال ونون تراديشنال، وقسمنا التراديشنال الى شيب ريموفال او ابريشن، وقسمنا النون تراديشنال ابريشن والروجن. احنا هناخد الان الجزء بتاع التراديشنال الشيب ريموفال وهتكلم عليه بعد دقايق. طيب الماشينينج اوبريشن ممكن كمان يكون اقسمه بطريقه تانية الى روتيتنج تايبس وريسوبريكيتنج، يعني جزء بيدور، ماكينات بتدور وجو ماكينات بتعمل حركه تردديه زي ما هنشوف في بعض العمليات اللي هناخدها. الروتيتنج تايب ده هناخد فيه التيرنينج، هناخد فيه عمليات الخراطه. والروتيتنج تول الاداه بتاعت القطع نفسها مش المكنه اللي بتدور، يعني مره اشغل الورك بيس او الشغله اللي انا هعمل لها تشغيل علشان اقطع منها واشيل منها، ده روتيتنج ورك بيس، او اشغل ادور اداه القطع زي عمليات المينينج والدريلينج والجرايندينج. الريسوبريكيتنج بقى هينقسم الى ريسوبريكيتنج تول، اداه القطع هي اللي بتعمل ريسوبريكيشن، او الشغله او الشغله هي اللي بتعمل ريسوبريكيشن. ففي الريسوبريكيتنج تول يا الشيبنج او سلوتنج دي بتتحرك فيهم الاداه، لكن في اما بتحرك الورك بيس بيبقى مكنه البلانينج. احنا كده عندنا مجرد تقسيمه، احنا هناخد ده كله وهنشوفه مع بعض بعد شويه صغيره ان شاء الله. يبقى ممكن اقسم الماشينينج الى روتيتنج تايب وريسوبريكيتنج تايب. طيب الان هنبتدي نتكلم على عمليات الماشينينج، او اول عمليه هناخدها هي التيرنينج او الخراطه. طيب الخراطه هي عمليه قطع للمعدن، شيل جزء من المعدن واطلع جزء انا مش عايزه هرميه، اسمه الشيب او الريش. طيب عشان اعمل عمليه القطع
عملية القطع، هنا اختلاف في الماشيننج بين الماشيننج وبين الفورمينج اللي كنا خدناه قبل كده، انه الماشيننج انا بغير كتلة ووزن وحجم المعدن عن طريق ان اقطع واشيل واغير في شكله. عندنا اول اداة قطع او تول بقطع بيها هي الهاي سبيد ستيل. الهاي سبيد ستيل عبارة عن ماتيريال بقطع بيه، بشيل جزء من المعدن وبنختصره بالرمز HSS High Speed Steel. الهاي سبيد ستيل ده بنقطع بيه عمليات كتيرة قوي، وبنقطع بسرعة قطع عالية، ونقدر نستخدمه في الدريلينج اللي هو الثقب والريمرز والميلينج كاترز وكتير من أدوات القطع الأخرى. الهاي سبيد ستيل بيتكون من إيه؟ بيتكون من 18% تنجستون، 4% كروميوم، 1% فانديوم. يعني هو سبيكة فيها ضفات علشان يبقى أقوى من المادة اللي هيقطع بيها، يبقى يقدر ينزع جزيئات منها. وعشان كده بنقول عليه 18 4 1. يعني إيه؟ يعني 18% تنجستون و4% كروم و1% فانديوم. ودي مواد بتحسن من خواصه وتخليه يقطع بشكل كويس ويغير شكل المادة، يغير في شكلها بشكل كبير. طيب دي أول تول نقدر نقطع بيها. هو أنا عشان أقطع لازم المادة اللي أنا هقطع بيها تكون أقوى وأنشف وأصلب من المادة المقطوعة. يعني إيه يا باشمهندس؟ يعني لو حضرتك جيب سكينة بلاستيك مش هتقدر، ضعيفة مش هتقدر تقطع بيها أي مادة زي البطيخة أو غيره، فعايز المادة اللي أنا هقطع بيها تكون أقوى من المادة المقطوعة. عشان كده قلنا الهاي سبيد ستيل لأنه بيتميز بهذه الخاصية. فالهاي سبيد ستيل ده أول ماتيريال أقدر أقطع بيه. بعدين عندنا مادة تانية مهمة قوي اسمها السيمنتد كاربايد. إيه السيمنتد كاربايد دي؟ اللؤم الكربونية. يعني إيه؟ يعني حضرتك هتجيب أداة القطع اللي تشبه الشكل اللي أنت شايفه قدامك ده. هذه المادة عليها هنا تب، عليها هنا لقمة، عليها هنا حتة. هذه الحتة من السيمنتد كاربايد اللي هو بيقطع بالمعدن ويقدر يشيل منه. وممكن السيمنتد كاربايد اللي هي الجزء الاسود الصغير اللي مكتوب عليه البريس تيب ده، يا اربطه على أداة القطع زي الحالة اللي تحت، اربطه، شايفين في هنا جزء اربط على اللقمة الكربونية اللي لونها دهبي دي، اربط او الحمه، اعمل له بريزنج تيب يعني ملحوم في الاداة القطع. ممكن اعمل كلامبت او ممكن اعمل ايه بريز ده. طبعا السيمنت الكربين ده يتكون من مواد زي تنجستون كاربايت، بيكون تنجستون كاربايت وتيتانيوم كاربايت وتيتانيوم كاربايت. دول اكتر المواد اللي بتستخدم في السيمنت الكربايت او اللؤم الكربونيه اللي اركبها على اداه القطع، واداه القطع اروح قاطع فيها في الايه؟ في الشغله. يبقى احنا قلنا ان عندنا هاي سبيد ستيل اتش اس اس، وتاني ماده عندنا السيمنت الكربايت اداه استخدمها في كاداه للقطع، اقطع بيها الماتيريال. طيب لو بصيت، يعني انا ليه خدت مادتين؟ هما دول اكتر شيوعا. في حاجات تانية؟ اه في حاجات تانية بس مش هاخدها. لو قلت ان انا عندي مادة الهاي سبيد ستيل والسيمنتد كاربايت از تول، ده يخليني اعمل مقارنة بين سرعة القطع اللي اقطع بيها في حالة استخدام هاي سبيد ستيل وفي حال استخدام تنجستون كاربايت. لو هقطع كاست ايرون، لو هقطع بمادة الهاي سبيد ستيل حديد زهر، يبقى سرعة القطع اللي عندي 20 متر بير سكند. بينما لو قعدت لو قطعت بالتنجستون كاربايت هقطع ب 160، 8 اضعاف، ده فرق ضخم. لو هقطع مايلد ستيل هقطع بالهاي سبيد ستيل اقطع ب 28، بينما التنجستون كاربايت اديني 250. لو هقطع برونز بنفس الطريقه الاقي 35 و180، هارد براس 45 و230، كبر 60 و330، الومنيوم 100 و500، يعني خمس اضعاف لو هقطع الومنيوم.
ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انت عايز تقطع بسرعات قطع عاليه، طب وانا عايز اقطع بسرعات عاليه ليه؟ عشان اوفر في الماشينينج تايم. يعني ايه؟ يعني الشغله بدل ما اعملها في 14 دقيقه اعملها في 6 دقائق، في 4 دقائق. يبقى وفرت في التكاليف للعامل والمكنه، بدل ما يشتغلوا ربع ساعه يشتغلوا 5 دقائق، ده هيفرق معايا في التكاليف. اذا مطلوب اني اعرف ان الكاتنج سبيد لكل ماده لما بستخدم الهاي سبيد ستيل بتبقى اقل، التنجستون اعلى. ده المطلوب، الجدول ده هدفه كده، ان انا اعرف ان لما استخدم تنجستون كاربايد تول بيوفر لي في ماشينينج تايم عشان بيوفر السرعه. طيب احنا نرجع بقى، انا عشان اقطع اعمل ايه؟ ده بقى المهم. احنا لسه كنت بقول كده بسرعه من دقيقه، ان عشان اقطع لازم اروح جايب ماده اقوى وانشف واصلب من الماده المقطوعه. عشان كده استخدمنا الهاي سبيد ستيل والتنجستون كاربايد. حاجه تانية، لازم يكون عندي زوايا قطع. يعني ايه بقى زوايا قطع؟ يعني نبص كده مع بعض بقى بدقه شويه. لازم يتوفر عندي زاويتين، واحده اسمها كليرنس انجل وواحده اسمها ريك انجل. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك ادي التول بتاعك اللي هتقطع بيه ده اهو، انا بشتغل على الرسمه الاولانيه اللي على اليمين فوق، ادي التول بتاعي او القلم القطع او الاداه اللي هقطع بيها، بتقطع في الماده اللي تحتها ده ايه؟ في هنا زاويه اهي، الزاويه دي اللي هنا ده ايه؟ اللي انا واقف عندها دي اسمها زاويه الكليرنس انجل او زاويه الخروج. وفي زاويه فوق هنا اللي هي دي اللي هي الريك انجل. تعال بقى نشوفها بعمق شويه في الرسمه اللي تحتها. ادي اليفيشن للعمليه بتاعت القطع، ادي الطول بتاعي اهو، والزاويه اللي تحت ده اهي اللي هي انا واقف عندها دلوقتي دي الكليرنس انجل اللي هي الزاويه بين السطح السفلي لأداة القطع وسطح الشغلة أهو، الشغلة يعني الورك بيس اللي أنا هقطع فيها. الزاوية دي اسمها كليرنس أنجل أو زاوية الخروص. الزاوية دي مهمة أوي أوي أوي. ليه؟ هقول لك ليه. لو ده مش موجودة الزاوية دي، الاحتكاك بين أداة القطع وبين الشغلة هيكون على كل الطول ده. لما الفريكشن فورس تزيد يبقى قوة القطع هتزيد، لكن لما اقلل الفريكشن فورس هقلل الكاتنج فورس. يبقى انا من مصلحتي اقلال الاحتكاك بين اداه القطع وبين الشغله، عشان كده بعمل الكليرنس انجل علشان اقلل الفريكشن فورس، وبالتالي اقدر اقلل الكاتنج فورس، وبالتالي اقدر اقطع الشغله بتاعتي. يبقى ما فائده الكليرنس انجل؟ فائده الكليرنس انجل اخلال الفريكشن فورس بين الشغله وبين التول علشان نقلل الكاتنج فورس. طيب الريك انجل اهي، الزاويه المحصوره بين السطح العلوي لاداه القطع اللي هو ده والمستوى الراسي اللي هو ده، اللي هي الزاويه دي اللي انا واقف عندها اللي مكتوبه باللون الاحمر دي. الزاويه ده بتعمل حاجه مهمه جدا. انا بقطع الشغله فبيطلع عندي ريش، والريش اتفقنا اللي هو الجزء اللي انا هرميه من المعدن مش عايزه. الريش ده عشان ينساب على وش الشغله ويطلع بره بعيد بنعمل له زاويه الريك انجل. يبقى الريك انجل دي بتخلي انزلاق الريش يبعد عن الشغله وتخليه يمشي بعيد. يبقى الزاويتين اللي عندي ولازم اكون عارفهم كويس قوي، الكليرنس انجل والريك انجل. الكليرنس انجل الزاويه دي، وهي الزاويه اللي بتقلل الفريكشن بين السطح السفلي لاداه القطع والسطح العلوي للشغله اهي. هذه الزاويه لو مش موجوده هيبقى في فريكشن فورس، قوى احتكاك عاليه، هتزود عمليه القطع بتاعتي. زاويه الريك انجل بتعمل ايه؟ بتخلي الريش ينزلق بعيدا عن الشغله، بتساعد في انزلاق الريش وخروجه بعيدا عن الشغل. طيب ده الكليرنس انجل والريك انجل. هو احنا نقدر نشوفهم بشكل تاني؟ نقدر نشوفهم بشكل تاني. لو انا ادي شغله مدوره على المخرطه، ادي ورك بيس مستديره، لما باجي بشوفها في السايد فيو
هتبقى دايره، وادي الطول او اداه القطع بتاعتي، ادي الكليرنس انجل الباك ريك، ادي متاسف ادي الكليرنس انجل هنا اللي هي دي، وادي الريك انجل اللي بتخلي الريش يمشي وينزلق ويبعد عن الشغله، ودي اللي بتقلل الاحتكاك. فيبقى ده ينفع وده ينفع ابين بيه زوايا القطع اللي هي الكليرنس انجل والريك انجل اللي بيعملوا العمليات المهمه دي. الريك انجل تطرد الريش، تساعد في خروج الريش بعيد عن الشغله، والكليرنس انجل تقلل الفريكشن فورس بين اداه القطع وبين الشغله. طيب دي بعض الارقام للانجلز بتاعت الريك انجلز لمواد مختلفه. يعني عايز اقول ان الريك انجل طبقا لنوع الماده انا هقطع ايه تختلف قيمتها من ماده الى اخرى. مش مطلوب احفظ بس مطلوب افهم. سؤال بقى اساسي ومهم، الورق السلايد اللي قدامنا دي مهمه قوي. كل ادوات القطع، خد بالك من الفاظي، كل all cutting tools، كل ادوات القطع اللي احنا هنستخدمها لازم يكون لها كليرنس انجل وريك انجل والا مش هتقطع. يعني اي اداه قطع لابد ان يكون لها كليرنس وريك انجل علشان تقطع. عشان كده المتقاب ليه كليرنس انجل وليه ريك انجل اهي، اللي هي الزاويه الكليرنس دي اهي. والتول تشيزي اللي انا هجيبها على شغله ادي كليرنس انجل وادي ريك انجل. حالة الخراطة اللي لسه قايلها من دقيقة ادي الكليرنس اهي، انا واقف عندها دلوقتي، وادي الريك انجل. لو هعمل عملية شيبنج، عملية هناخدها اسمها المقاشط شيبنج، لازم يكون فيها كليرنس وريك اهي، ادي الكليرنس وادي الريك انجل اهي. لو منشار اسنان اهي برضو ليه كليرنس انجل اهي وليه ريك انجل اهي. لو سكينه فريزه او ميلين كتر هناخدها ليتر اون، ادي السنه الواحده لها كليرنس انجل سكندري وبرايمري، نقول البرايمري اهي ولها ريك انجل اهي. ده بتقول لي ان اي اداه قطع احنا هناخدها لازم تتوافر فيها طول جيومتري معينه، شكل هندسي معين، وهو ان يكون ليه كليرنس انجل اند ريك انجل. غير كده اداه القطع مش هتقطع. طيب كمان احنا ساعات عندنا حاجه تانية، بنستخدم الكاتنج فلويد، بنرش سائل، اوعى تقول ميه، كاتنج فلويد على منطقه القطع، برش او بادفع سائل على منطقه القطع. ادي منطقه قطع هي، ادي الشغله وادي الالم وادي الشيب اللي هو هنرميه يطلع بره، وادي الكليرنس انجل وادي الريك انجل. طيب ليه بستخدم الكاتنج فلويدز؟ علشان بتعمل تاثيرات مهمه. واحد، بتخلي التاكل بتاع اداه القطع قليل. يعني ايه؟ اداه القطع دي لما بتقعد تقطع كتير بيتاكل السن بتاعها، ده بيتبري من كتر الاحتكاك، فلما بحط كاتنج فلويد بيقل الوير، بيقل التاكل. وبعدين ده بيخليني استخدم هاي سبيد، اقطع بسرعات قطع اعلى، وبالتالي اوفر في زمن التشغيل. ثلاثه، بتحسن السطح المنتج. يعني ايه؟ امبروف سيرفيس فينيش. يعني ايه؟ يعني السطح الناتج من عمليه القطع بيكون ناعم مش خشن لما استخدم سائل التبريد. النقطه اللي بعد كده نمره اربعه، ريديوس الباور كونسامشن، نتيجه ان وجود سائل التبريد بيعمل حاجتين، بيعمل تبريد في منطقه القطع وبيعمل كمان تزييت. يعني ايه تزييت؟ لما بحط زيت بين الحاجتين اللي بيتحركوا بيقلل لي الكاتنج فورس، وبالتالي بيقلل الباور، استهلاك الطاقه للمكنه. وبعدين اخر حاجه بتعملها سوائل التبريد او الكاتنج فلويد، امبروف الكواليتي دايمنشن. يعني ايه؟ بيخلي الابعاد بتاعتي دقيقه جدا.
يعني انا عندي 5 فوائد لسوائل التبريد اللي هم موجودين هنا دول: ليس وير، الهاي كاتنج سبيد، امبروف السيرفيس فينش، ريديوس الباور كونسامشن، امبروف الدايمنشن اكيورسي. وبالتالي يبقى من مصلحتي استخدم سوائل التبريد ولا ما استخدمتهاش؟ لا استخدمها. طيب اي سائل تبريد لازم يكون ليه خواص، مش يكون كارثه. بمعنى ايه؟ اولا ما يكونش ليه اي افكت على انه يعمل صدى في المكنه. اتنين، ما يكونش بيتبخر بسرعه فيقوم العامل اللي واقف قدام المكنه يتاثر. وبعدين ما يكونش بيعمل رغوه او فوم. لو جه على الجلد، على جلد العامل او اللي حوالين المكنه ما يعورهمش. لازم سائل التبريد تتوفر في الكلام ده. يعني مش اي سائل يصلح، لازم سوائل معينه تحقق الشروط ده. ده للكاتيك فلويد. هتكلم بقى عن التيرنينج تول او ماكينات الخراطه وادوات القطع في الخراطه، واحنا بنقطع ازاي. احنا لو جبنا قطعه من ورك بيس زي اللي مرسومه على اليمين، ادي شغله مستديره، عايز اصغر القطر بتاعها، القطر بتاعها الاولاني اهو، وانا عايزه يكون اقل، يعني ده 50 مثلا وده عايز اعمله 40. القطعه الشغله المدوره دي هدورها بسرعه دورانيه حوالين مركزها، اهو الرسمه السهم ده بيقول لي انها بتدور حوالين مركزها. وادي انا بالقطع اللي انا بقطع بيه وبزيل جزء من المعدن، اخليه يدخل المسافه اللي انا عايزها، الحته دي اللي هي عمق القطع بنسميها. وابدا ادور الشغله وادور واخلي اداه القطع تمشي في هذا الاتجاه، هتقوم مصغره لي القطر من كذا الى كذا. طبعا اداه القطع مش واحده، ده عندي اكتر من ايه؟ من واحده. طيب لو بصيت على اداه القطع لوحدها هجد ادي كليرنس انجل اهي مره ثانيه، وادي الريك انجل اهي، وادي الطول شكله لو انا بصيت له ايزومتريك هيكون كده، ولو بصيت له في الديفرنت فيو هيكون بهذا الشكل. يبقى اداه القطع في الخراطه هي الشكل الاصفر اللي موجود باللون الاصفر ده. طيب هنبدا نتكلم على المخرطه. اول حاجه هناخدها النهارده المخرطه عبارة عن الشكل اللي قدامنا ده، بتتكون من أجزاء، كل الفانكشن بتاعتها بسيطة خالص. إيه هي؟ إن أنا عايز شغلة بتاعتي، أنا بعمل الأسطح الدورانية والأسطوانية بالمخرطة، عايز المخرطة يبقى عندي هنا حاجة تمسك الشغلة اللي هي نمرة 6، اللي هي للتشك أو للظرف، أداة لتثبيت الشغلة. وعندي ده برج القلم أو التول بوست، بركب قلم القطع مكان ما انا واقف هنا عشان يقطع في الشغله. المخرطه بشكل عام عباره عن ماكينه بتؤدي الى انها تحرك الشغله، تدورها حوالين مركزها بسرعه محدده، واداه القطع بتكون راكبه على الطول بوست ده علشان تقطع في الشغله. اقدر اقول ان الجزء ده اسمه هيد ستروك، الجزء اللي انا ماشي عليه اللي فيه الظرف واللي فيه الصندوق ده، وفي هنا جدول عليه ارقام، وبسمي كل ده على بعضه هيد ستروك، وكل ده على بعضه الناحيه الثانيه بسميها تيل ستروك. وده الكاريتش او العربه اللي شايله اداه القطع وبتقدر تتحرك برضه اوتوماتيكيا. اللي بيحصل ايه؟ في ماتور كهربي من ورا باين اللي هو نمره 4 اهو. الماتور ده بيدور بينقل الحركه الى صندوق سرعات. يبقى نمره 3 عندي ده عباره عن صندوق سرعات. صندوق السرعات يعني ايه؟ يعني صندوق فيه تروس يقوم يديني سرعه دوران كبيره او صغيره زي ما انا عايز للظرف اللي هو نمره 6 ده. في هنا نوبس او الازرع اهي اللي انت شايفها دي. دي لما اجيب ده يمين شويه واحط ده فوق واحط ده على الجنب يطلع لي سرعه 50 مثلا. لما اغير ده احطه تحت يديني سرعه 60. اما احطه على الجنب الثاني 70، وهكذا. زي الفتيس بتاع العربيه لما تجيب الاولاني والثاني والثالث والرابع، كل ما تحط الوضع بتاعك يبقى سرعه دوران العربيه بتتغير. فصندوق السرعات اللي هنا ده بيعمل تغيير في سرعه دوران التشك او الظرف اللي هو نمره 6 اللي راكب فيه اداه الشغله بتاعتي اللي هقطعها.
وبعدين العربه ده هي كلها، والاذرع دي بتخلي العربه دي تتحرك. ليه؟ التول بتاعي راكب هنا، اداه القطع راكبه هنا. لو انا ثبتت اداه القطع مش هتتحرك، مش هيعمل لي كل طول الشغل، هيعمل لي جزء منها. فعشان كده لازم احرك العربه يمين وشمال عشان اقدر اقطع كويس. فده الشكل العام لمكنه المخرطه. لو بسطتها بقى هقول ادي هيد ستروك اللي هو الجزء ده، ده سكتش يعني، وادي التيل ستروك الناحيه الثانيه اهي، وده البات، ودي الرجلين اللي شايله المكنه، ودي العربه الكارتش اللي راكب عليها اداه القطع، وادي الظرف هنا اللي هيركب الشغله علشان اخلي الشغله تدور. هو الفكره ايه؟ ان ادور الشغله حوالين مركزها واداه القطع تخش تقطع فيها. مع الاعتذار للتشبيه بس عشان اقرب الفكره من ذهنك، لما بتيجي تبري قلم رصاص بالبرايه بتعمل ايه؟ بتلف القلم الرصاص تدوره حوالين مركزه، وسن البرايه بيروح قاطع الخشب بتاع القلم الرصاص. كاني بعمل هذا الكلام على المكنه، هو مش بالظبط كده بس عشان اقرب الفكره من ذهنك يعني. المين فانكشن بتاعه المخرطه هي ازاله جزء من المعدن، شيل جزء من المعدن عشان نغير شكله ويبقى الشكل المطلوب. احنا بنغير الشكل. طيب ده نفس المخرطه والاليمنت بتاعتها، دي سيمبل ماشين، وادي المين بارتس اللي احنا قلنا زي ما كنا بنقول هنا، ادي الهيد ستروك وادي التيل ستروك. لما اشوفهم على الطبيعه ادي الهيد ستروك وادي التيل ستروك وادي الكاريتش وادي القلم القطع بيبقى راكب هنا، والشغله بتبقى راكبه على الظرف ده. طيب الهيد ستروك بقى، ده الهيد ستروك هو الجزء اللي بيدور في المكنه اللي بركب فيه الشغله وبثبتها. طيب والتيل ستروك اللي الناحيه الثانيه اللي هو هنا اهو، اللي هو ده التيل ستروك. ده فيه ايه؟ التيل ستروك فيه الجزء ده اللي عباره عن ايه؟ عباره عن ستيدي ستيت ثابته في مكانها، ممكن اركب فيها سنتر كده عشان لو عندي شغله طويله امسكها بتوين تو سنتر، وممكن اشيل ده واركب بونت التقب هنا متقاب يروح عامل لي تقب في الشغله المستديره. لما اكون بطور الشغله، الشغله هتدور بالنسبه الى القلم بتاع القطع اللي هو المتقاب اللي هو واقف هنا، فهيعمل فيها تقب. يبقى التيل ستروك هو الجزء ده اللي بيثبت المشغولات الطويله وبيعمل تقب في الشغله. طيب اولا ايه هي العناصر الاساسيه اللي احنا لازم نعرفها لكل مكنه؟ في كل مكنه لازم اعرف عدد الحدود القاطعه لاداه القطع، والكاتنج انجلز اللي هي الكليرنس انجل والريك انجل. وحاجه مهمه قوي قوي قوي، هثبت الشغله ازاي؟ الورك بيس فيكسيشن. وحاجه مهمه ثانيه، بثبت اداه القطع ازاي؟ اللي هي التول فيكسيشن. وبعد كده ايه العمليات اللي بعملها على المكنه دي؟ ايه المميزات اللي انا بعملها على المكنه دهي؟ فيبقى في اي مكنه هناخدها، واحنا هناخد كل المكن التقليدي، لازم اعرف المعادلات دهي، وهي النمبر اوف كاتنج ايدجز، كام حد قاطع في المكنه، الكاتنج انجلز بتاعتي ايه وايه، التول فيكسيشن، تاسف الورك بيس فيكسيشن ثم التول فيكسيشن، وبعدين العمليات اللي ممكن اعملها على هذه المكنه. ده في كل مكنه. اول مكنه كنا بنتكلم عليها حالا هي المخرطه. ازاي اثبت الشغله؟ احد الحاجات المهمه اثبت الشغله بحاجه اسمها 3 جو تشك، او ظرف ذو ثلاث لؤم اللي انت شايفه قدامك دلوقتي ده. 3 جو تشك ده بجيب مفتاح واروح لافف فيفتح لي ده للتشك، ادي واحد اثنين ادي ثلاث لؤم او 3 جو تشك. لما بلف ده الثلاث لؤم دول بيفتحوا او يقفلوا. لما يقفلوا احط الشغله بتاعتي هنا واروح رابط، يقوم دول داخلين على الشغله ماسكينها جيدا. يبقى 3 جو تشك ده احد وسائل تثبيت الشغله في ماكينه المخرطه. اجيب الثلاث لؤم دول
وحركهم بالمفتاح ده يقفلوا على الشغله اللي في النص هنا وتبقى تمام. بس ريجر شاك. في عندنا نوع تاني اسمه فور جوت شاك، مش ثلاثة أربعة جوت شاك، يعني ظرف ذو أربع لؤم، اللي فات كان ذو ثلاث لؤم، ثلاثة جوت شاك، هنا أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. ده بقى دي ميزة مهمة قوي، الأربعة دول لا يتحركوا مع بعض، الأربع لؤم دول لا يتحركوا مع بعض، يا إما يتحركوا اندبندنت. يعني إيه اندبندنت؟ يعني كل واحد لوحده. طب حلو قوي، لو كل واحد يتحرك لوحده اقدر اثبت شغله مش مستديره، لاني لو عندي شغله مربعه او متوازي مستطرات احطها هنا واحرك ده لوحده او ده لوحده او ده لوحده او ده لوحده، يعني احرك كل تشك لوحده يقوم يثبت لي مشغولات غير دائريه على ماكينه المخرطه. يبقى دلوقتي انا قلت نوعين من تثبيت الشغله، يا 3 جو تشك يا 4 جو تشك. الفور جو تشك لو اندبندنت يعني غير معتمدين على بعضهم، ده يخليني اثبت المشغولات غير الدائريه، اثبت مشغولات مختلفه مش دائريه. وعندنا ده كان كله عن الشك. طب في عندنا حاجه ثانيه للورك بيس فيكشن؟ ايوه عندنا، عندنا الكوليت شك. الكوليت ده يعني ما عشان اقرب الحكايه منك، زي القلم السكرو بتاعك، عباره عن كوليت لؤم هنا لما افتحها تروح مدخل الحته المدوره هنا مكان المناواف، وبعدين اقفل تروح قافله على الشغله تمسك الشغله. دي الكوليت شك، زي شبه كده السن بتاع القلم الرصاص لما بيتمسك في الايه في القلم السكرو، ده اسمه الكوليت شك. دي الطريقه الثالثه للتثبيت. ممكن طريقه رابعه؟ ممكن طريقه رابعه. ايه هي بقى؟ بتوين تو سنترز. بين السنترز، ادي شغله كبيره وطويله، شغله ايه؟ طويله، يعني طولها متر ولا متر ونص، شغله طولها كبير. لو ثبتها من ناحيه واحده، الناحيه الثانيه اللي مش متثبته هتميل لتحت نتيجه الوزن، فعشان كده بثبتها بتوين تو سنتر. ادي سنتر من هنا، اثبتها بتوين تو سنتر يعني ايه؟ يعني احط سنتر في مركز الشغله من الناحيه دي، وسنتر من هنا من مركز الشغله من الناحيه الثانيه، واضغط عليهم زي اللي انت شايفها في الصوره الفوتوغرافيه اللي تحت. اهي شايف المنظر ده؟ ادي بتوين تو سنتر، ادي سنتر وادي سنتر. طب امال الورك بيس كارير ده ايه؟ الورك بيس ده كارير عشان الشغله تدور، انا عايز الشغله تدور، بعد ما ثبتها عايز ادورها، فعشان ادورها خدت الورك بيس كارير اللي هي ده ايه؟ ورحت عاملها لفه حوالين الشغله ومزنوقه فيها، وفي هنا دراع يقوم لما الفيس ده يلف يقوم يلف في الايه؟ الشغله. يعني ادي الدرايف بليت اهي، الدرايف بليت اهو طالع منه حته هنا اهو، تمسك في دي، تقوم لما الدرايف بليت يدور يقوم يدور معاه الايه؟ الشغله نتيجه الورك بيس كارير اللي هو دوت. دي رابع طريقه للتثبيت. انا قلت طريقه ال 3 جوت شاك وال 4 جوت شاك وتوين تو سنترز ومتاسف والكوليت وبعدين التوين تو سنتر اللي انا بقولها دلوقتي. دول اربع طرق لتثبيت الورك بيس. في عندنا 3 بوينت فيكس ستدي اللي هي المنظر اللي انت شايفه ده، اللي دخل الشغله هنا هو، فتقوم مثبتالي لو الشغله طويله قوي تروح مثبتاها على البيد بتاعه المكنه بتاعه المخرطه. ادي بقى صوره فوتوغرافيه لمكنه. طبعا مكن المخارط ده مش نوع واحد ولا مكنه واحده، ده عدد كبير من الانواع، كل شركه بتنتج اجزاء. ادي 3 بوينت فيكسد ستدي اللي انا لسه قايلها دلوقتي حالا، اهي اللي تساعد في المشغولات الطويله. وادي الكومباوند سلايد اللي هي ده ايه؟ اللي هي بتمسك اداه القطع القلم. ودي الكروس سلايد، انا البرج بتاع القلم او الكارير او العربه عايز احركها يمين ويسار وقدام وورا. فاحركها قدام وورا بالكروس سلايد ده ايه؟ وبالكومباوند سلايد دي اقدر احركها يمين ويسار. ادي التلستروك اهو اللي هو بنثبت بيه المشغولات الطويله، وممكن احط بنط التقب مكانه، وبنط التقب دي اقدر اتقب اعمل ثقب في الشغله. طيب ازاي اثبت
قلم القطع، اثبت قلم القطع كما يلي. لو بصيت على العربه ده، هي الجزء اللي فوق اللي هو البرج القلم او التول بوست ده اهو، اللي هو الحته دي اللي انا واقف عندها دلوقتي، بصيت لها عملت زوم ان عشان اشوفها بالكامل. ادي عباره عن هنا مسامير، وادي القلم بتاع القطع بتاعي اهو اللي هو ده، وادي المسامير دي بتربط على القلم ده عشان يثبت في مكانه، عشان هيلام الشغله ويقطع ويكون قطع. والباكينج دي عباره عن لايرز، لينات بحطها تحت القلم عشان ارفع مستواه، عشان عايز اخلي السن بتاع القلم ده في مركز الدائره بالظبط، في السنتر بتاع الشغله بالظبط. فممكن احتاج ارفعه فوق شويه، فبالتالي بحط لايرز باكينج هنا عشان ترفع القلم لفوق، واروح رابط على المسامير تثبته في مكانه، بحيث ان يكون السن ده اللي انا واقف عنده دلوقتي ده في مركز الدائره، مش فوقه ولا تحته. فوقه هيطلع لي ابعاد غير دقيقه، وتحته هيطلع لي ابعاد سيئه وهيغير زوايا القطع. فده طريقه تثبيت ستول اداه القطع على السنترليس ماشين، بثبته بهذا الاسلوب. طيب الان احنا عندنا كاتنج كونديشن او شروط القطع، او القطع لازم يتم بالشروط. هي ايه؟ ثلاث حاجات، تعالى مع بعض ناخدهم. نمرة واحد، لازم الشغلة تدور حوالين مركزها اللي هي السبيد، اللي هي ده ايه؟ لو الشغلة لو الشغلة ما دارتش مش هيقطع، مش هيدور، مش هتقطع حاجة. يبقى أول حاجة الكاتنج سبيد، سرعة دوران الشغلة حوالين مركزها. طيب لو أنا ما خليتش الشغلة تدور حوالين مركزها لن يتم قطع. اثنين، انا القلم بتاعي او اداه القطع اللي هي الاصفر اللي مكتوب عليها الفيد دي، دخلت في الشغله حته، الحته دي ليها مقدار وهو عمق القطع، يعني المسافه من هنا لهنا اللي هي ديبس اوف كات الحته ده ايه. لو دي مش موجوده يبقى مش هقطع، والديبس اوف كات ده يتوقف انا عايز الشغله ابعتها ايه. لو القطر الابتدائي قبل ما اقطع عندي 50 مللي وانا عايزه 40 مللي، فيبقى انا هخش 5 سنتي 5 مللي، انا اسف 5 مللي في الشغله، فيبقى الدبس اوف كات في الحاله ده ايه 5 مللي. طيب ده الدبس اوف كات اللي هو الحته اللي انا هقطعها من الشغله. الحاجه الثالثه والاخيره والمهمه، التغذيه او الفيد اللي هي ده ايه. لو اداه القطع فضلت واقفه في مكانها هنا وما اتحركتش باتجاه السهم ده تعمل التغذيه، هيحصل ايه؟ هقطع الحته اللي ملامساها دي، لكن مش هقطع بعيد الشغله، ده مش هيتقطع لان اداه القطع ايه؟ واقفه في مكانها. فلو فضلت واقفه في مكانها مش هتقطع، فبالتالي لازم اخلي اعمل حركه التغذيه او اخلي اداه القطع تمشي في هذا الاتجاه، وبنسمي دي التغذيه او الفيد، ولازم تكون موجوده. دول الثري مين كاتنج كونديشن، اللي هو سرعه القطع اللي هي السبيد، والدبس اوف كات اللي هو عمق القطع اللي انا هشيله من الماده، والتغذيه وهي الحركه طبعا اداه القطع ده ايه؟ اللي هي التول، تتحرك في اتجاه موازي لمحور الشغله. ادي محور الشغله اهو هنا سنتر، دي بتمشي موازيه ليه، طبعا ممكن تمشي يمين او شمال، دي حركه التغذيه. الثلاثه دول لو مش موجودين مش هيتم قطع، دول اسمهم الكاتنج كونديشن. طيب اول حاجه الكاتنج سبيد هتكلم عليهم بالتفصيل. الكاتنج سبيد سرعه الشغله حوالين مركزها اللي هي بتدور حوالين مركزها. ادي نموذج للشغله بالسايد فيو، ادي الشغله بتدور هنا، و الديامتر بتاعها لو بقدره دي، انا ممكن بدل ما اكون عندي سرعه دوران ار بي ام او ريفوليوشن بير مينيت، ممكن تكون متر بير سكند. ازاي؟ القانون بتاعنا الكاتنج سبيد بيساوي باي دي ان باي رقم ثابت، دي القطر بتاع الشغله، ان سرعه الدوران بالوحدات الريفوليوشن بير مينيت على 100 هيطلع لي الوحدات بالمتر بير مينيت. يعني اقدر احول السرعه الدورانيه الى سرعه خطيه، السرعه الدورانيه ار بي ام والسرعه الخطيه متر بير مينيت، وده المعادله اللي تحوله معادله بسيطه خالص، يعني باي دي ان على 100 في بيطلع بالمتر بير مينيت، يبقى حولت الان الى اس او متر بير مينيت.
ده للكاتنج سبيد. وده النموذج بتاعنا، ان انا عندي ادي ار بي ام اهي، وانا حولتها لاس اللي هي متر بير مينيت، ممكن احول بسهوله يعني. السؤال الخامس اللي كنا بنساله في الاول، اقدر اعمل ايه على مكنه المخرطه؟ المشغولات، الجوب، الاداء، دي حاجه مهمه قوي. واحد، انا كنت قلت من دقيقه واحده ان انا السنتر بتاع الشغله لازم السن بتاع اداه القطع يكون عنده بالظبط. ادي نموذج لو لو اداه القطع فوق، ادي السنتر والسن ده فوق. طبعا ده تول سيت هاي، معناها هيغير لي الكليرنس انجل اللي هنا والريك انجل اللي كان هنا، هيزود الريك انجل ويقلل الكليرنس، فيبقى القطع مش مثالي، مش نموذجي. ولو تحت المشكله هتختلف، الكليرنس انجل هتزيد والريك انجل هتقل، برضو مش هيديني الكفاءه. لازم ده يكون على السنتر ده بالظبط، ده السن بتاع قلم القطع يكون على السن على السنتر بتاع الشغله بالظبط، والا مش هتتم عمليه القطع بتاعتي بشكل جيد، مش هقدر اعمل عمليه القطع تماما كما هو مطلوب. احنا نقدر نعمل ايه على المخرطه؟ ده احنا نعمل عليها حاجات كتيره قوي. اكزامبل، ادي بعض الاشكال، اكسترنال تيرنينج اي وبي، اي وبي بعمل خراطه خارجيه، اي وبي، دي ودي. يعني ايه خراطه خارجيه؟ يعني عندي قطر 50 عايز اخليه 40 او 45 او حته 40 وحته 45. القطر الاولاني للشغله كان الكبير ده اللي هو 50، عايز اعمل دي 45 وعايز اعمل دي 40، فده بسميه خراطه خارجيه. اداه القطع تقرب من الشغله، الشغله تدور، اداه القطع تقطع، فده اكسترنال تيرنج، خراطه خارجيه. سي اندر كات، يعني ايه اندر كات؟ يعني حته نازله عن بقيه الشغله بهذا الشكل، الحته دي الدايمتر بتاعها اقل من الباقي كله، المنظر ده بسمي ده اندر كات. حاجه مهمه قوي لازم الجا لها، اللي هي دي اللي هي البارتنج اوف او القطع. انا ماسك بالشغله لو بظرف، طيب الجزء اللي انا ماسكه بالظرف مش هيحصل فيه اي عمليات، مش هيحصل فيه تشغيل، مش هيحصل فيه حاجه. طيب بعد ما اخلص الشغله بتاعتي، عايز اخد الشغله والباقي مش عايز اخده، بمعنى ان لو الجزء ده ممسوك في ظرف، انا عايز افصل الجزء اللي شغلته عن ده قلم القطع البارتنج اوف تول اللي هو دي، يخش يفصل ده عن ده، وبالتالي اخد منتج بتاعي شغال و الجزء اللي انا قطعته اللي اتقطع انفصل عن الجزء، يبقى بارتنج اوف او قطع. يعني اقدر اعمل خراطه خارجيه، اقدر اعمل اندر كات، اقدر اعمل بارتنج اوف. ده بس لا، ده احنا نقدر نعمل حاجات كتيره اخرى. لو شفت المنظر ده اقدر اعمل شامفرنج. يعني ايه شامفرنج؟ يعني الحته بهذا الشكل، شامفر يعني شبه مخروط هنا بالقلم ده، اقدر اعمل الاواص خارجي، ده ثريدنج تول يعمل لي الاوز خارجي للشغله، او يعمل لي ريدياس، اعمل ريدياي تول زي ده يعمل لي حته نازله عن بقيه المنتج. ممكن اعمل ليفت تيرنينج او رايت تيرنينج، ممكن اعمل التيرنينج العادي، ممكن اعمل بارتنج اوف اللي لسه قايله من دقيقه، افصل الجزء ده كله عن الجزء، وهنا الشغله متثبته بتوين تو سنترز. كل دي عمليات اقدر اعملها على المخرطه. طيب ماشي، نقدر نعمل تاني؟ ايوه، ادي عمليات تانيه نعملها على المخرطه. نعمل خربشه او نيرلينج او بيسموها ترتره، الجزء ده اخليه محبب كده، بسمي ده نيرلينج اوبريشن، اقدر اعملها على مكنه المخرطه. ادي التول بتاعي وياخد حركه التغذيه وسرعه الدوران كده ويعمل لي نيرلينج للشغله. بارتنج اوف اللي خدناه مرتين ودي الثالثه، اقطع ده عن ده. فيسنج، اعمل خراطه وجهيه، يعني ايه؟ يعني الوش بتاع الشغله الجزء ده الفيس، وجهها مش الجنب، الوجه فيسنج.
اقدر اعمل خراطه داخليه او انترنال ثريدنج، الغوص داخلي، يكون عندي شغله فيها ادخل اداه القطع من جوه يا باشمهندس، روح عامله لي الغوص داخلي، او اعمل بورينج اللي هو خراطه داخليه اخرج بس من جوه مش من بره. اقدر اعمل ريمينج، ريمينج يعني انعم السطح بتاع الطوق اللي جوه، انا عندي شغله وفيها طوق عايز انعم السطح اللي فيه الطوق ده، بعمله بعمليه ريمينج. طبعا اقدر اعمل دريننج تقب على طول عن طريق ان انا اثبت البنطه بتاعت التقب مكان التلستروك واروح عامل طوق، لان الشغله بتدور والقلم ده ثابت فيعمل لي طوق في الشغله دي. بعض العمليات الاخرى اللي اعملها على المخرطه. لو شفت بعض العمليات دي بعمق شويه بشكل اكثر وضوحا، ادي عمليه الخراطه الداخليه، ادي التول بيقطع هنا، بنوسع الطوق وعمق القطع اهو، الحته اللي دهيا اللي عليها السهم، الشغله بتدور حوالين مركزها، قلم القطع بيتحرك حركه التغذيه كده فيقدر يعمل لي ايه؟ قطع للشغله. لو شفتها بقى بعد ما اتقطعت اهو، ادي الحته دي وسعت، التقب ده وسع والتقب ده القديم، وده العمق بتاع القطع اللي انا شلته اللي هو الحته ده ايه، وادي التغذيه، وبنسمي دي عمليه بورينج او خراطه داخليه. ادي عمليه ثانيه اللي هي الاكسترنال ثريدنج، ان انا بعمل الغوص خارجي، اعمل الغوص خارجي، ادي سرعه الدوران وادي التغذيه، وده بيدور فيقوم عامل لي الغوص خارجي. هنا بيشترط ان التغذيه تكون بتساوي الخطوه بتاعت الغوص علشان يعمل الغوص ده، يعني بحرك الطول بسرعه معينه. ده بعض العمليات اللي بتتم على المخرطه. ادي عمليه البورينج مره ثانيه اللي هي الخراطه الداخليه. ادي البورينج تول، مش اي قلم، قلم اسمه بورينج تول، يدخل يوسع الطوق، وادي عمق القطع بتاعي، وادي الشغله بتدور يوسع لك الطوق بعد ما كان كده يبقى بهذا البعد، البورينج او الخراطه الداخليه. طيب اقدر كمان اعمل على المخرطه حاجه مهمه قوي، تيبر تيرنينج. يعني ايه؟ يعني خرطه مخروطيه. يعني ايه؟ يعني هرم بس القاعده بتاعته مدوره. ادي اعمل بفورم تول، قلم القطع نفسه يبقى واخد تيبر ويقطع في الشغله بهذا المنظر، او احرك السلايد اخليها تميل بالزاويه بتاعت راس المخروط ويقوم خارط لي وعامل لي الايه الجزء المستدير يحوله المخروط بهذا الشكل. ممكن اعمل ده وممكن اعمل ده، ده بالكومباوند سلايد وده بالفورم تول، قلم القطع يبقى واخد نفس الشكل اصلا، وده للحاجات الصغيره. الحاجات الكبيره اعملها بالكومباوند سلايد اللي هي المنظر ده، ده عشان اخد خراطه تيبر. احنا عندنا مناظر تورينا عشان نتخيل، تورينا كثير من المنتجات اللي بنعملها بالترنينج. ادي اجزاء معموله بالخراطه، ادي كل الاشكال دي، ادي عمليه النيرنج اللي كنت بقول عليها اهي اهي اهي، ادي الغوص خارجي وكمان الغوص داخلي، ادي الشغله متثبته على ظرف ذو ثلاث لؤم. اما بقول لك بارتنج اوف، الجزء اللي ممسوك جوه بالظرف ده اهو بالثري جو تشك، انا اشتغلت هنا جوه مش هشتغل، الحته دي هتبقى خامه زي ما هي، فبروح قاطع او اعمل بارتنج اوف هنا عشان افصل ده عن ده. بعض المنتجات اللي ممكن نعملها بالخراطه. طيب اللي انا قلته ده عباره عن عمليات اللي ممكن نعملها على ماكينه المخرطه. في اي مكنه الخمس اسئله الظراف اللي احنا قلناهم اللي هم نشوفهم مع بعض تاني، اللي هم دول، في كل مكنه هندرسها الأسئلة دي لازم نجاوبها. واحد،
كام حد قاطع في المخرط اللي عمال اقوله كله ده اداه القطع ذات حد واحد قاطع، لا حد واحد مش اتنين، واحد بس. يبقى النمبر اوف كاتنج ايدج في المخرطه 1 كاتنج ايدج. الكاتنج انجل اللي هي الخلوص والجرف شفناهم كويس قوي، او الكليرنس انجل والريك انجل شفناهم في القلم بتاع القطر. ازاي بثبت الشغله في المخرطه؟ بثبتها باربع طرق، يا ظرف ذو ثلاث لؤم، يا ظرف ذو اربع لؤم، او 3 جوت شاك 4 جوت شاك بتوين تو سنترز والكوليت. دول الاربعه اللي احنا خدناهم. التول فيكسيشن بثبته على التول بوست زي ما كنا شفنا، وبربط المسامير بتاعته. الاوبريشن كتيره بقى لسه كنا واخدينها. الاربع الخمس اسئله دول هنسالهم في كل مكان هناخده، مش هنكتفي بمكنه واحده، لا ده احنا هناخدهم في كل الماكينات اللي احنا هندرسها. وانا بدات النهارده بما يلي، لان انا عندي الماشينينج بينقسم الى تراديشنال ولا تراديشنال. قطع تقليدي اللي احنا هنبدا فيه دلوقتي وبدانا فيه واشتغلنا عليه، وقلنا ان هو بيبقى شيب ريموفال او ابريسيف، والشيب ريموفال تيرنينج وميلينج ودريلينج وبلانينج وشيبينج وغير كاتنج وبورينج، واحنا هناخد كل ده. الابريسيف اللي هو بولشينج وهونينج ولابينج يمكن ما نقدرش ناخده. النون تراديشنال القطع غير التقليدي غالبا مش هناخده. وقلنا انه يتقسم عندنا الماشينينج لنوعين، روتري تايب وريسبريكيتنج تايب. الروتري تايب اللي هو الشغله تدور، والريسبريكيتنج ان الشغله تتحرك حركه تردديه. وقلنا ان ادوات القطع عندنا يا هاي سبيد ستيل اتش اس اس اللي بيتكون من تنجستوم وكروميوم وفانديوم 18-4-1 نسب المكونات فيه. وقلنا عندنا السيمنتد كاربايد اللقمة الكربونية اللي هي المنظر ده، اللي هي لقمة بتركب على أداة القطع يا تتربط يا تتلزق فيها وأقدر أقطع بيها، وده بيخليني أزود سرعة القطع. وقلنا ان لازم يكون في زاويه كليرنس وريك انجل، لو مفيش زاويه كليرنس وريك انجل اداه القطع مش هتقطع، فلابد من تواجد الكليرنس والريك انجل والا مش هنقدر نقطع. وقلنا ان زوايا القطع بتختلف طبقا لنوع الماده. وقلنا ان احنا كل ادوات القطع اللي احنا هناخدها، واحنا هناخد اكثر من ماكينه قطع، لازم يكون فيها كليرنس انجل وريك انجل، وده سواء متقاب بونت التقب ميلينج ماشين، كل الماكينات اللي احنا ندرسها. وقلنا ان ممكن يكون عندي كاتنج فلويد سوائل تنزل على منطقه القطع بتعمل خمس مميزات اهم، اللي هي ليس وير، واقدر اقطع بسرعه قطع اكبر، وبتخلي السيرفيس فينش احسن، والاكيورسي بتبقى افضل. ولازم تتوافر شروط في سوائل التبريد، انه ما يبقاش يطلع بخار، انه ما يعملش كروجن للمكنه يعني ما يصديش، انه يبقى ستيبل، انه ما يعورش لو جت نقطه على عامل ما تحرقلوش ايده. وقلنا ان بدانا بالخراطه، قلنا ادي الطول، وقلنا ادي العمليات اللي بنعملها. ثم اتكلمنا على البيز بارت بتاعه المخرطه، وقلنا انها بتعمل عمليه القطع زي ما اتفقنا، وقلنا ده هيد ستروك وده تيل ستروك. وقلنا ان التيل ستروك بيبقى الناحيه الثانيه، ممكن اركب فيه بونت التاب او اثبت بيه مشغولات طويله. وقلنا الخمس نقط اللي احنا في كل مكنه لازم نعرفهم، اللي هي النمبر اوف كاتنج ايدج في حاله المخرطه واحد. وقلنا ان الكاتنج انجلز بتاعتنا الكليرنس والريك لازم يبقوا موجودين. وقلنا ازاي نثبت الشغله وازاي نثبت اداه القطع وايه الاوبريشن اللي بيتم على الشغله. ولما اتكلمنا عن الفيكسيشن بتاع الورك بيس، قلنا 3 جوت شاك اللي هو ده، وال4 جوت شاك اللي هو ده، اندبندنت يعني كل لقمه بتتحرك لوحدها او كل جو بيتحرك لوحده. وقلنا الكوليت اللي هي دي هي، وقلنا بتوين تو سنترز اللي هو ده. وقلنا ان احنا دي المين بارتس مره ثانيه بشكل فوتوغرافي. والتثبيت بتاع اداه القطع ده لما كنت بقول لك ان عايز السن ده على المركز ده، فعشان كده بحط تحت هنا باكينج يرفع ده لحد ما يجي يبقى قدام ده بالظبط، ما يبقاش فوقه ولا تحته. وقلنا الثري مين كاتنج كونديشن، السبيد والدبس اوف كات والفيد، الثلاثه دول لازم يكونوا موجودين عندك بدقه والا مش هتتم عمليه القطع. وقلنا الكاتنج سبيد ممكن تتحول من ار بي ام الى متر بير مينيت بهذه المعادله البسيطه خالص.
وقلنا انه احنا نقدر نعمل اوبريشنز كتيره على المكنه. ده الحته اللي كنت بقولها ان لو فوق هذا الخط او تحت هتبقى مشكله، عشان كده بنحط لينات او باكينج عشان نخلي السن ده قدام دي بالظبط. وقلنا بنعمل عمليات كتيره قوي على الماكينه، ومنها الخراطه الداخليه او البورينج اللي نخرط من جوه، وقلنا ان احنا نقدر نعمل تيبر تيرنينج، ودي بعض المنتجات اللي نقدر ناخدها من عمليه الايه؟ الخراطه. طيب ده الجزء الاولاني من المحاضره اللي احنا اتكلمنا فيها، وهي الماشينينج، وبدانا بالخراطه. وقلنا بس عشان افكركم ان احنا الماشينينج مختلف عن اللي قبل كده، لان ده بيقطع بينزع جزيئات من المعدن، بيغير كتله ووزن وحجم المنتج، يعني الشكل النهائي بيتغير وزنه، وبيبقى فيه جزء انا مش عايزه، unwanted part اللي هو الشيب اللي هو الريش. هناخد ريست 5 دقائق وهنكمل في حاجه ثانيه. 5 دقائق ريست يا باشمهندسين. 5 دقائق بالظبط عشان نبدا حاجه جديده ان شاء الله. اشوفكم بعد 5 دقائق.